بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة واصيلا. بعد يقول في الآية الثالثة وأذان أي إعلام بروكلاماسيون انفورماسيون وأذان من الله ورسوله يعني مصدر الأذان هو الله جل جلاله عما نواله وقائدنا الهمام عليه الصلاة والسلام وأذان من الله ورسوله إلى الناس للناس كل شرقا وغربا إلى الناس يوم الحج الأكبر الجور الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ديو كمو ديراج إنا أوكان ليا أبك سي جون لا Et il restera à il a rompu, effacé tout pacte qui unissait Allah à ces gens-là. Mais vu leur entêtement, Dieu a décidé de rompre cet engagement. Donc il est délié de ce pacte-là. ولا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج حج الأكبر أن الله بريء من المشركين سدير ديو إلى كمون ديراج ليبر دو مالتريتي سي بايالا يعني المشركين لي أسوسياتور نعود إن شاء الله.